هو انت فعلا زعلان من حسام حسن؟ من حسام حسن؟ اه. عشان ايه؟ ان اتقال ان كابتن حازم كان سبب من اسباب ان حسام ما يضربش المنتخب طول الفتره. نفسي اعرف مين قال لهم الفكره دي. يعني انا ما اعرفش مين، بس انا اتكلمنا يعني دلوقتي احنا مع بعض ونشوف بعض والعلاقه كويسه. انا ما عندي خلفيه او عندي احساس ان هم عند حد وصل له كان الاحساس ده. ما اتكلمتش معاهم في الموضوع ده غير دلوقتي بتقعدوا تتكلموا في المنتخب؟ اه مره واحده اتكلمنا يعني، فاحنا في اتكلمت مع كابتن سلطان ابراهيم. بس سؤال حقيقي، مين السبب؟ هل صلاح، موضوع صلاح ازمه؟ ولو في ازمه او في سوء تفاهم، ازمه في ايه؟ في ايه؟ هل في ازمه بين صلاح مش عارف، انا مش متداخل دلوقتي خالص في المواضيع. يعني انا طلعت بره الليله دي خالص. بص عايز اقول لك حاجه بقى، فكره المشرف دايما بتبقى مع مدرب اجنبي. لان انت المدرب الاجنبي ما بيبقاش عارف الدنيا فيها ايه، لكن عمر مدرب مصري بيبقى معاه مشرف قليل يعني. مش هتلاقي كتير يعني، ممكن كابتن سمير زاهر كان مع كابتن شتا عشان كان في خناقات مع اعضاء اخرين فمش عايز يتعامل مع حد مثلا قوي. لكن مين اللي يعني مدرب مصري ما بيبقاش ليه مشرف يعني. زعلت من صلاح ان هو ساب يعني كان قرار انه يسيب المنتخب ويروح، كان هيرجع فعلا لو كان المنتخب هو صلاح كان هيقعد اساسا يعني. احنا اول ما اصيب صلاح